يعني هنعرف منك تفاصيل أكتر، لكن خلينا نكمل كلام عن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الشاعر علاء خالد، الحاصل على جائزة الشعر الفصحى عن ديوانه العدم أيضا مكان حنين. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. أهلا، صباح الخير. أهلا بيك. يا أهلا بيك يا فندم وألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا ليك. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نتكلم عن ديوانك الفائز بجائزة الشعر الفصحى. ايوه، يعني هو بص بالاسم كده، يعني طبعا فكره العدم مرتبطه شويه مثلا بفكره الموت، فكره الحياه بعد ما تنتهي، هل التصور ايه اللي هيحصل؟ يعني ففي نوع كده من التاملات، يعني اقدر اقول عليها ان نوع من التاملات تجاه حوالين النقطه دي اكتر يعني. ففي نوع يعني محاوله كده لايجاد ان فكره ان الحياه ممتده، وان العدم زي ما كان بيقولوا كده دايما فيها ان هو مكان اكتر من ان هو حاله محو، لا ده مكان ويمكن استقراء الحياه من خلاله. فده طبعا ده تلخيص سريع يعني لفكره الديوان، لكن اعتقد الديوان ممكن يكون فيه نقط ثانيه بتكلم عنها. بكل تاكيد. امتى صدر وامتى قررتوا انكم تشاركوا بيه في معرض الكتاب؟ هو صدر ديسمبر 22 اخر عن الهيئه العامه للكتاب، سلسلة الإبداع، وفي نفس الفترة دي قبل ما يتقفل باب التقديم تقريبا كان 1 يناير 23 المسؤول يعني الأستاذ فتحي عبد السميع اللي هو الشاعر واللي هو المسؤول عن السلسلة اقترح إن احنا نقدمه للجائزة. عظيم. أستاذ علاء، يعني الملاحظ إنه خلال الفترة اللي فاتت بقى في عدم اهتمام بشعر الفصحى، وبيتجه بعض الشباب من الشعراء الجدد الى الشعر بالعاميه، ده ممكن ياثر ازاي على الشعر الفصحى؟ لا طبعا بياثر اكيد، يعني عدم الاهتمام طبعا، وبرضه عدم الاهتمام جاي من حاجات كثيره يعني طبعا ان في فكره الاغنيه دلوقتي العاميه، يعني في اشكال كثيره من الاداء الشفهي يعني بيأثر جدا على فكره القراءه طبعا، ده جزء اساسي. الجزء الثاني طبعا برضه ما كانش يعني الجائزه الوحيده اللي موجوده دلوقتي حوالين فعل الشعر الفصحى هي الجائزه في معرض الكتاب، يعني كل الجوائز الثانيه الموجوده اللي ممكن تشجع شويه على الكتابه مش مرتبطه اكثر بشعر العاميه. فيعني طبعا ده اكيد في مناخ مؤثر، وبالضروره كمان فكره الصوره دلوقتي بقت حاجه يعني الوسائل التانية، فاحنا محتاجين جوائز ثانيه يا فندم، ده اللي فهمته من حضرتك يعني. ان احنا محتاجين يمكن في قله شويه، في تقليل في مساحه الشعر الفصحى دلوقتي الان، يعني لا يعني في حاله تمثيل يعني قصدي طبعا في دواوين كتيره موجودة، بس أعتقد المقروئية بتبقى أقل جدا من قبل كده. اللي فهمته من حضرتك أستاذ علاء إن إحنا محتاجين جوائز أخرى بخلاف جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عشان نشجع الكتابة ونشجع شعر الفصحى مرة تانية. طبعا ده جزء من الموضوع يعني ده يعني جزء اللي بيشجع اكتر، ده العامل الخارجي ممكن يشجع، لكن طبعا في حاجات كتيره بتاثر طبعا على الوضع يعني، لكن فكره الجوائز الى حد كبير بتعمل حاله انتعاش طبعا، بتعمل تلقي الضوء على اسماء، بتشجع الناس طبعا انها تكتب في ظرف طبعا اقتصادي وحياتي كمان صعب دلوقتي أكيد. فالحاجات دي كلها هتاثر في كويس طبعا. شكرا ليك الشاعر علاء خالد، الحاصل على جائزه الشعر الفصحى بمعرض القاهره الدولي للكتاب.